هذا نسميه عبري. شو اسمه ابو احمد ثاني مره؟ كنار. كنار كنار يا اخوي يقولوا عبري بالسعودي. شوف نبز بس ما شاء الله. شوفوا ايش كبرها ما شاء الله تبارك الرحمن. شفت احنا عندنا صغيرات زي ذولي ابو احمد. شفتها صغار في كبار. اي صغيرات ذولي اللي عندنا فرعين. كنا يومنا صغار شو اسمه ندبب الحصى عليها عشان تنزل. وين المانجا؟ هذه اللوزه. هذه لوز؟ ما شاء الله. هاي ليمون. هذه ليمون. والمانجا وينها؟ مانجا هنا. ما شاء الله ما شاء الله. هاي الليمون تطلع ما شاء الله. بعد؟ مرتين. ما شاء الله عندك غرف هنا بعد زايدة. مطبخ. مطبخ خارجي. بعدين أنا سويت صالة حق أحمد. حلو. من سمنت بورد سويتها. سمنت بورد. حلو. ما شاء الله ما شاء الله. هو الجوينت وغرفتين الحمامين. حلو. هاي اللوز طلع. هذا لوز بعد. هذا لوز ايراني ولا شو؟ لا محلي. وحلو يعني؟ زين اصفر الكبار. والخلا هذه ما بدون تمر ها؟ لا طلع. طلع تمر؟ اي والله؟ خلاص هاي خلاص؟ من السعودية. من السعودية؟ ما شاء الله. هذا الخزان يعتبر خزان عندكم صح؟ ايه. هنا لازم خزان تحت خزان فوق. اوه معنا البريشر زين ما يحتاج. هذه المانجا شفتها؟ هذيك المانجا. هذه المانجا. هاي ليمونه لبنانيه. لبنانيه. بس والله كويس الزرع عندك يطلع يا ابو احمد. رمان. رمان بعد لا تقول لي سعوديه بعد. لا ما اعرف والله وين المشتري. هاي ما شاء الله الخير. اي هذه المانجا دي تصدق هذه